ايضا بتنضم لنا الممثله والفنانه النجمه ايضا آلين لحود. مساء الخير لك. مساء النور، كيفكم؟ لا شك آلين انت ايضا من المشاركين بعمل ضخم جدا عنوانه الغالبون للعام الثاني بجزء الثاني او عبر قناه المنار، فخبرينا شوي عن دورك بالعمل ككل. انا بلعب دور ضابط اسرائيلي، هي معالجه نفسيه بذات الوقت بتجي على معتقل الخيام، بيكون بيا قائد المعتقل وبتوقع بغرام احد المعتقلين يلي تكتشف فيه صفات مش موجوده بمجتمعها ولا ببيئتها. دور حلو مركب صعب، فيه تحدي كتير لإلي على الصعيد الشخصي، وبذات الوقت تجربه فريده من نوعها، يعني مشاركه بعمل موجودين فيه تقريبا كل ممثلين لبنان. ايضا كان لك مشاركه سابقه بضمن مسرحيه، خبرينا شوي قد ايه كيف كانت اصداء هذا العمل المسرحي وتقبله يمكن عند الجمهور؟ والمشاركة كانت أكيد ببطولة مسرحية على أرض الغجر لأستاذ غادي الرحباني. ما في شك أنه عمل ضخم جدا، تجربة نوعية فريدة من نوعها، بعتبر أنه كل إنسان بهالمجال بيحلم يوقف على مسرح الرحابنة، وأنا تحقق حلمي بهالتجربة. مسؤولية كتير كبيرة لإلي لأنه هلأ صرت عندي صعوبة أكتر أختار، يعني صرت إذا بدك بدرس أكتر العمل أكن مسرحي أو تلفزيوني، وبدرس أكتر إطلالاتي. وفعلا يعني اجت من بعدها تجربه الغالبون حسيتها هيك بتضيف لي شيء، مشان هيك هالعملين كانوا متتاليين. سمعنا مؤخرا اغنيه قالوا لي العيد بصوت النجمه اليسا ضمن البومها اسعد وحده اللي طرحته مؤخرا، وانت آلين لحود ابنه الراحله القديره صلوى الأطريب اللي بصمت لا شك بصمه كبيره بعالم الاغنيه اللبنانيه، وايضا كنا سمعنا قالوا لي العيد بصوت كارول سميحه سابقا، فاعطينا رايك انت كآلين بالعملين بصوت كارول واليسا. صراحة أنا ما سمعت الغنية بصوت إليسا تكون صادقة معك بعد ما صار لي اسمع يعني الألبوم، سبق وعطيت رأيي، أنا بحب كتير كارول سميحة. هلأ أنا كان عندي مأخذ بس على توزيع الأغاني، حسيت التوزيع شوي ضعيف، بس هيدا خياري يعني من الفنان هو. أنا مني ضد ظاهرة التجديد لأنه هيدا نوع من تكريم للفنان، وهيدا بيظهر أنه الأعمال القديمة بتضل خالدة وما بتموت، بالعكس هي تحية حلوة من كل الفنانين اللي حبوا يكرموا سلوى، وأنا أكيد بقدر كرمها على طريقتي بالوقت المناسب. خبرينا شو عم تحضري أعمال جديدة؟ عندي مسلسل الرؤية الثالثة هي تصويره مع الممثل بديع أبو شقرة، إخراج نبيل لبوس، كتابة توني شمعون، إن شاء الله بعد العيد منشوفه. وفي تحضير لأغاني جديدة، يعني رح فاجئ الناس بسنجل قريبا جدا، بس هلأ ناطرة شوي لأنه هيك فرصة الصيف شوي عم جرب ارتاح، بس عندي مهرجان الحدث كمان ب13 آب، فهذا بالوقت الحاضر الاشياء اللي شغلتني، وان شاء الله يكون في تحضير. يعني عم ينحكى عن اعمال كثيره، بس قبل ما يصير كله مثل ما بيقولوا على الارض انا بفضل ما احكي عن تفاصيل. كيف تعايدي كل مشاهدينا بمناسبه شهر رمضان؟ بتمنى انه هالعيد يجيب معه عن جد السلام والتفاؤل، لانه نحن كثير بحاجه اليوم لاشياء ايجابيه بحياتنا وسط هالمشاكل اللي عم نسمعها بالمنطقه وببلدنا، ويا رب انه هذا الشهر يكون يجر معه كل الاشياء المنيحه تضل لكل السنه، فبتمنى يا رب انه يمرق هالشهر هيك بافضل طريقه ممكنه على كل الناس. Music Nation One World.